إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الرحيم بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا وجعلنا لها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. أيها السادة الكرام أريد هذه الزاوية هذا الضريح المبارك ضريح سيدي بن عجيبة نفع الله ببركاته وعلومه آمين. السلام عليكم ورحمة الله بأمر من سيدنا منصور بالله جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره تتشرف هذه اللجنة الملكية بتسليمكم هبة ملكية كريمة مخصصة لإحياء الذكرى 26 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله وطراه طالبين منكم إحياءها كعادتكم في جو رباني ملؤه القرآن الكريم والصلاة على خير البرية وذلك يوم 9 من ربيع الثاني بحول الله طالبين منكم إحياءها والدعاء لصاحب الذكرى بالمغفرة والرضوان وجنة الفردوس ولأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره بالنصر والتمكين والسؤدد وللأمة المغربية بالعيش الكريم في رغد وازدهار وطمانينة وسلام في ظل العرش العلوي المجيد والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. بمناسبة الذكرى 26 لوفاة المرحوم الحسن الثاني طيب الله ثراه الزاوية العجيبية تستعد لإحياء هذه الذكرى ونتمنى أن تمر في أحسن الظروف. وفي هذه المناسبة الزاوية العجيبية تسلمت الهبة الملكية استعدادا للاحتفال بهذه الذكرى المجيدة ذكرى وفاة المرحوم الحسن الثاني طيب الله ثراه حيث سينظم حفل ديني بقرية جميج في الأسبوع القادم إن شاء الله. أسألك يا ربي أن تقبل منا ما قرأناه في هذا اليوم المبارك وفي هذا الوقت المبارك وأمام هذا الولي الصالح وأن تجعله في صحيفة مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني. اللهم يا ربي اغفر له وارحمه. أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني اللهم ربي اغفر له وارحمه. وعافيه واعف عنه. وأكرم نزوله. ووسع مدخله. وسل المأثرة والبركة. وكل من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب والأدب من الدنس. اللهم يا ربي اجعل روحه مع أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين في جنة الفردوس. اللهم يا ربي نور ضريحه. اللهم يا ربي اجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين. يا ربي أنسوا في قبره ملائكة الرحمة. آمين. يا ربي أنسوا في قبره ملائكة الرحمة. آمين. وغفر يا ربي لمولانا محمد الخامس. آمين. اللهم اغفر له وارحمه. آمين. وعافيه واعف عنه. آمين. اللهم يا ربي طيب ثراه. آمين. يا ربي قدس روحه في الجنة. آمين. وصل اللهم مولانا أمير المؤمنين. آمين. حامي حمى الوطن والدين. آمين. جلالة محمد السادس. آمين. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين. آمين. وتعلي به غاية الإسلام المسلم. آمين. اللهم يا ربي احفظه في عن يمينه احفظه من خلفه آمين. وعن يمينه آمين. وعن شماله اللهم يا رب احفظه في حله وترحاله اللهم يا رب بارك له وعلى يديه اللهم يا رب بارك له وعلى يديه اللهم يا رب اجعل كل عسير لديه يسيره.